كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. اليوم جيتكم مقطع فيديو حل جميع مشاكل كود، جميع مشاكل كود، فيديو صغير قصير، كل المشاكل حتنحل إن شاء الله بهذا الفيديو. ما تنسوا السبسكرايب واللايك إذا عجبكم المقطع. في عدة خطوات، بنبلش بخطوة رام. أول من البلاي ستيشن بنفوت على السيتنج، على الإعدادات، لانجويج يعني اللغة، بنحط اللغة الإنجليزية. هيدي أول خطوة بدنا نسويها. بنرجع بنفوت على كول اوف ديوتي على الكود. الخطوة الثانية على اللغة، بنغير اللغة للإنجليزية، انجلش، اللغة الإنجليزية. بنرجع بنفوت على الجيم انستولز، بنضغط عليها، بنحمل الملفات حسب شو عندكم. عندكم كود 16 المودرن ويرفير، بنحط اول وحده بننزلهم كلياتهم، هول الثاني عيفوهم منكم اذا بدكم تنزلوهم. الثالث اللي عنده الكولد وور، كول اوف ديوتي الجديد الكولد وور، في اول وحده بتنزلوا كل الباك، هن 8، بننزل 8 ان شاء الله. لما ينزلوا تخلص تحميل بهيدي الطريقه حيشتغل عندك الكود وما ما حتعطيك اي مشاكل. في بعد خطوه اذا ما اشتغلت معك كمان، في بعد خطوه لحتى نقدر نصلح لك اياها ونظبط لك الكود. اذا هولي ما زبطوا معكم بعد في طريقه رابعه، اكيد ما حطول بالمقطع، مقطع كتير سريع، وفي طريقه بعد اخر طريقه. ما تنسى الاشتراك واللايك اذا عجبكم الفيديو، هيك بتساعدوني كتير بالاشتراك اهم شيء. بنروح هلا على اخر طريقه. فاذا اذا ما زبطت اول والثاني والثالثه، بنروح على اخر طريقه، الطريقه الرابعه. بنضغط زر البلاي ستيشن، بنفوت على السيتنج، بنفوت على ستورج، على التخزين، وبنحط سيستم ستورج، سيستم ستورج، بنفوت على السيف داتا، وبنمحي هيدا الملف كول اوف ديوتي مودرن ويرفير، بنمحيه. ويمكن يكون بعد في شيء تحت كمان بنمحيه، وبس تمحيه بترجع بتعمل خطوة رام الأولى وبتنزل كل الباكس. إن شاء الله تمشي معكم، وأي شيء مشاكل اكتبوا لهم بالكومنت، أنا برد على كل الكومنت. وما ننسى الاشتراك بالقناة، ويعطيكم ألف عافية. شكرا لكم.